فضيلة الشيخ عطية صقر، إذا سافرت المطلقة إلى دولة يختلف توقيتها عن البلدة التي تم طلاقها فيها، فكيف تحسب مدة العدة؟ وإذا ردها زوجها قبل إتمام العدة طبقا لتوقيت الدولة التي طلقت فيها وبفارق زمن ساعة واحدة، هل يعتبر عقد زواجها من شخص آخر باطلا؟ مدة العدة لمن يأتيها الحيض هي 3 قروء، وهذه لا دخل لاختلاف المواقيت فيها أبدا، فقد تطول مدتها وقد تقصر. أما إذا كانت العدة بالأشهر كاليائسة فهي 3 أشهر قمرية، أي نحو 90 يوما إذا كانت الأشهر كاملة العدد، أي 30 يوما لكل شهر، لكنها قد تكون 29 يوما في بعض الأشهر. وهذه الأشهر أيضا قد تختلف باختلاف الأماكن حسب ظهور الهلال، ومعلوم أن كل يوم من الشهر مدته 24 ساعة، سواء كان الليل أطول من النهار أو العكس. وعلى هذا لا يظهر معنى لما جاء في السؤال اللهم إلا إذا كان يحسب الزمن مثلا بأن بدء الحيضة أو بدء الطهر كان في 10:00 صباحا في بلده، أي قبل الظهر بنحو 2 ساعة، وعندما يسافر إلى بلد شرقي يحين وقت الظهر فيها قبل وقت الظهر في بلده الأصلي بحكم الفرق في التوقيت. هذه المسألة تشبه مسألة الصيام، هل يفطر الإنسان على توقيت بلده الأصلي أو على توقيت البلد الذي سافر إليه؟ والصحيح أنه يأخذ بتوقيت المكان الذي غربت فيه الشمس فيفطر عند غروبها فيه، حتى لو كان قبل غروبها في بلده أو بعد غروبها فيه إن سافر إلى الغرب. وقد يعمل بهذا في المسألة التي معنا، لكن الأولى الاحتياط للأبضاع، وبخاصة أن الفرق 1 أو 2 ساعات قليلة لا يصعب انتظاره. والله أعلم.